بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل من سوريا ألف عين جيم، يقول: ما معنى حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معناه أن العدوى لا تنتقل بنفسها كما يعتقده أهل الجاهلية، وإنما تنتقل العدوى بإذن الله وقدره سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله انتقالها من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد فإنها تنتقل، فالأمر راجع إلى مشيئة الله وقضائه وقدره. ولهذا أمرنا بالاحتياط والوقاية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم المسلم على بلد فيها وباء، ولا يخرج أحد من البلد التي وقع فيها الوباء لئلا تنتقل العدوى منه بإذن الله إلى غيره. إنما العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية أنها تنتقل من نفسها وبدون إذن الله وقضائه وقدره، فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والطيرة هي التشاؤم بالأشياء، لأنها سوء ظن بالله سبحانه واعتقاد أن الشر يأتي من المخلوق. وأما الهامة المراد بها ما كان يتشاؤم به، هو من الطيرة ما كان يتشاؤم به أهل الجاهلية من صوت البومة، إذا سمعوها طائر البومة إذا سمعوه يظنون أنه علامة على الموت، هذا أيضا لا أصل له، نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من اعتقادات الجاهلية. وأما الغول فهو ما يكون من الجن في الليل إذا أرادوا أن يوحشوا الإنسان، يخيلون له على أشكال نار حتى يغرروا به ويرهبوه. المسلم لا يتأثر بذلك ويتوكل على الله سبحانه ويستعيذ بالله من الشياطين ويقرأ القرآن ويذهب عنه ذلك. نعم. يقول السائل أيضا: الشيخ، هل يقرأ القرآن على من به صرع، المريض بالصرع هل يقرأ عليه القرآن؟ نعم، الذي به جنون يقرأ عليه القرآن، لأن هذا يطرد الجن والشياطين عن الإنسان، لأن القرآن الكريم ذكر الله سبحانه والدعاء كل هذه الأمور تطرد الشيطان الذي لامس أو ماس الإنسان. نعم. من أسئلة الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، قرأت كتيبا عن فضائل السور، وبدأ بسورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء وحتى سورة الناس، هل ورد شيء في هذه السور؟ نعم، ورد أشياء في فضائل السور، ولكن هذا ينقسم إلى قسمين: ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الإخلاص، سورة تبارك الذي بيده الملك، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به، وما لم يثبت فإنه لا يلتفت إليه. نعم. يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم، هذا ذم للشعر، لأن الشعر فيه شر، فيه مدح كاذب وفيه هجاء وتعد على الناس وذم، وفيه تحريض على الفتنة، فهو شر وهو من الشيطان. الشعراء تبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا ذم لهم. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا. الشعر إذا استعمل لأجل دفع
الشر عن المسلمين استعمل في الدعوة إلى الله عز وجل وذم الكفار المشركين، في الشعر حسان بن ثابت وغيره من شعراء الصحابة الذين يدافعون بشعرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، فهذا شيء طيب وشعر جميل لأنه استعملوا للدعوة إلى الله والذب عنها. هذا النوع هو الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شجع عليه، هذا هو تفصيل في الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ أيضا من أسئلة الشيخ: ما معنى المحاسبة هنا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ معناها أنك توازن بين حسناتك وسيئاتك، تتزود من الحسنات تشكر الله على ذلك وتتوب من السيئات وتستغفر، هذا معنى حاسبوا أنفسكم. نعم. صالح مقيم بجدة يقول: شيخ، بالنسبة للحزم والجد في تربية الأولاد، هل هذا من الأساليب المفيدة التي تعين الأولاد على الطريق الصحيح؟ بلا شك أن تربية الأولاد والحزم معهم على الخير، تنشئتهم على الطاعة وعلى الأخلاق الطيبة، هذا واجب على الأب. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، تربية على الخير وعلى الأخلاق الطيبة واجبة على الوالد نحو ولده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذه هي التربية النافعة للأولاد. يقول فضيلة الشيخ الأخ مصطفى: اعتمرت في رمضان الماضي ولكنني عند الإحرام لم أقل لبيك عمرة، فهل عمرتي صحيحة مع أنني ناوي منذ أن خرجت من الرياض هذه العمرة؟ النية نية الإحرام تكفي عن التلفظ بالتلبية، تلبية سنة، وإنما المقصود النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذه النية. أما النية العامة من يوم تمشي إلى من بلد هذه لا تكفي، لا بد أن تنوي عند الميقات الذي تمر به، تنوي الدخول في النسك، تترك محظورات الإحرام، فإذا جئت بالتلبية فهذا مكمل، شيء طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ السائل أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في المبالغة في الزواجات اليوم وعزوف كثير من الشباب عن هذا الزواج لعدم استطاعتهم، وما منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج؟ الزواج أمر مشروع ويجب على الإنسان إذا كان يستطيع معونته ويخاف على نفسه من تركه وعلى نفسه من الفتنة، إنه يجب عليه. أما إذا كان يستطيع معونته ولكنه لا يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يستحب لما فيه من المصالح. أما الذي لا يستطيع الزواج إنه ينتظر، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخ السائل يا شيخ يقول: ما حكم صيام العشر من ذي الحجة؟ وإذا كان الإنسان لديه نية الحج ونية الأضحية كيف يجمع بينهما؟ صيام عشر ذي الحجة سنة مؤكدة، فهو سنة، يصوم غير الحاج يصوم إلى اليوم التاسع، وأما العاشر فهو يوم العيد لا يجوز صيامه، وأما الحاج فإنه يصوم ثمانية الأيام، ويوم التاسع يوم عرفة استحب له أن يكون مفطرا لأجل أن يتقوى على الوقوف والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتنافى أنه يصوم عشر ذي الحجة وينوي الأضحية. لكن إذا نوى الأضحية فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من يريد الأضحية. نعم. الأخت ألف 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 ندوادمي تستفسر عن الآية الكريمة: واجعلنا للمتقين إماما. أي قدوة، اجعلنا للمتقين إماما أي قدوة، لأن الإمامة بمعنى القدوة، وتكون الإمامة بمعنى الولاية والحكم. نعم. الآية الثانية فضيلة الشيخ تقول: ما معنى الآية:
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. واضح معنى الآية أن الله بنى السماء سبحانه وسمكها ورفعها وهي واسعة لا يدرك لها طرف. وقوله بأيد أي بقوة، بأيد أي بقوة، فالأيد هنا معناه القوة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ ألف ألف من مصر أسوان يقول: ما فضل حلق الذكر، وهل حلق الذكر خاصة بالمتعلمين دون العامة، وما معنى حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ حلق الذكر أي الحلق التي فيها طلب العلم، فيها طلب العلم والتعليم علوم الشرعية، الجلوس فيها وحضورها حتى للعوام فيه خير كثير وفيه أجر. وقد جاء ثلاثة رجال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يحدثهم، فواحد منهم جلس في الحلقة والثاني أراد أن ينصرف ثم استحيا وجاء وجلس في الحلقة، والثالث والعياذ بالله انصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ أما أحدهم يعني الذي جلس في الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الشيخ. نعم، هذا في خبر الملائكة الذي جاء أن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم بما يفعل عباده، فيقولون جئناهم يذكرون الله ويسبحون، فقال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقال أحد الملائكة: إن واحدا منهم ما جاء إلا لحاجة، ما جاء إلا لحاجة، يعني لم يأتي من أجل الذكر. فقال الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فغفر الله له معهم. وهذا فيه دليل على فائدة الجليس الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل جليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يعطيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت جلوسك عنده. الأخت ميم ميم ألف من سدير تقول: المقصرة في بر والديها يا شيخ، وقد ندمت وهم أحياء يرزقون صالحين، وصل عمرها إلى 45، كيف تعوض ما فات هؤلاء الآباء والأمهات من البر؟ تقوم ببرهم مدة وجودهم وتدعو لهم بعد وفاتهم، وتعتبر منهم عما سلف من التقصير، تطلب منهم المسامحة والدعاء. تقول أيضا: ما حد الإسراف المنهي عنه في الطعام والشرام والملبس يا شيخ؟ ما زاد عن الحاجة، أما ما كان قدر الحاجة ليس إسرافا. أبو صالح يسأل عن الكتب التالية فضيلة الشيخ وعن قراءتها: صيد الخاطر. صيد الخاطر لابن الجوزي، هو كتاب عبارة عن مذكرة يكتب فيها ما عنا بخاطره من الأفكار السوانح، فيها فوائد كثيرة وفيها أخطاء خصوصا من ناحية العقيدة، فيها تأويل لبعض الصفات. البدر الطالع للشوكاني، هذا تراجم للعلماء الذين في وقت الإمام الشوكاني. نعم. ومنار السبيل الشيخ؟ منار السبيل شرح للدليل في فقه الحنابلة. المنار تأليف الشيخ إبراهيم بن ضويان من أهل الرس في القصيم، وأما متن الدليل فإنه للشيخ مرعي المقدسي. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ أيمن يقول: الخوف من الله من كمال الإيمان بالنسبة للمسلم، ولكن إذا كان الإنسان يخاف من الناس أو من الوحوش فهل هذا يخل بعقيدته؟ الخوف على قسمين: خوف العبادة، هذا لا يكون إلا لله سبحانه، هذا نوع من أنواع العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الخوف الذي معه ذل هذا عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما الخوف من السبع والمرض والبرد والحر فهذا خوف طبيعي لا يؤخذ عنه الإنسان، عليه الإنسان، ويؤمر الإنسان بتوقيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ أيمن: المقصود بتعاهد القرآن، وكيف يتواصل المسلم في ختمه؟ هل هو كل شهر أو كل أسبوع؟ حسب استطاعة الإنسان، يكون له حزب من القرآن يقرأه كل يوم ولو قل، حتى يكمل القرآن في الشهر أو في 10 أيام أو في 7 أيام أو في 3 أيام حسب استطاعته. أخيرا يقول الأخ السائل: هل يستخدم الجوال شيخ
في قراءة القرآن، وهذا من التقليات الحديثة التي جاءت بها وسائل التقدم؟ لا مانع من ذلك، كل ما يعينك على تلاوة القرآن فإنه مطلوب. الأخ ألف ألف يقول: يردد بعض الناس حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم، الحديث لا بأس به، وما في شك أن الله يكره الطلاق لما فيه من حل الزوجية والتفرق الزوجين والإضرار بالأولاد والأسرة، لكنه عند الحاجة تزول الكراهة، وهي تفرق يغني الله كلا من سعته. فمهما أمكن تلافي الطلاق إنه مطلوب، لكن إذا لم يمكن تلافيه فإنه مباح. نعم. يسأل أخيرا يا شيخ عن كفارة الظهار. كفارة الظهار كما ذكرها الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي عتق رقبة من قبل أن يقرب المرأة ويماسها بالجماع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، هذه الخصلة الثانية. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه الخصلة الثالثة والأخيرة على الترتيب. نعم. أبو عابد من جدة يقول: هل يجوز لنا أن نصافح أم الزوجة والسفر معها؟ نعم، أم الزوجة محرم بالصهر، فأنت محرم لأم زوجتك، تصافحها وتسافر معها، إلا إذا كان في مصافحتها فتنة تجنبها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو إبراهيم يقول: شيخ صالح، عندي محل تجاري تقدر البضاعة فيه 50,000 ريال، وأبيع وأشتري في هذا المحل حيث يزيد وينقص وأزيد عليه من الكماليات، كيف تكون الزكاة عليه أثابكم الله؟ إذا تم الحول على القيمة التي اشتريت بها هذه البضائع فإنك تثمن البضائع بما تساوي على رأس الحول على قيمتها، ثم تجملها وتخرج ربع العشر من قيمتها المجملة. نعم. يقول الشيخ: هل يجوز أن أعطي الخدم في بيتي مثل السائق والمزارع والخادمة من الزكاة؟ لا بأس بذلك، بشرط أن لا تحسب هذا من أجرتهما من أجرتهم، أو تريد بذلك ترغيبهم في العمل عندك، وإنما تعطيهم لوجه الله لا لقصد آخر. وإذا كان مسلمين أيضا تعطيهم بشرطين: يكون الراتب لا يكفي للعامل، وأن يكون مسلما. نعم. السائل أبو عامر يقول: فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر ما رأيكم في بعض الناس أو بعض الدعاة الذي يسرد ماضيه قبل التوبة ويقول بأنني عملت كذا وكذا وحصل لي مواقف كذا وكذا قبل التوبة، وذلك للتأثير على الحاضرين؟ لا يجوز هذا، المطلوب الستر، يستر على نفسه ويتوب إلى الله، والله يعلم ما في القلوب. ولو لم تذكرها أنت لم تتوب إلى الحاضرين حتى تخبرهم بذلك، وإنما تبت إلى الله، تخلص النية بينك وبين الله، تستر على نفسك. نعم. أحسن الله إليكم الأخ الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، تأخير الزواج بالنسبة للرجل ما حكمه، وهل يلحقه إثم إذا كان قادر ماليا وجسميا؟ إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة والوقوع في الحرام فإنه يجوز له تأخير الزواج، ما إذا كان يخاف على نفسه من الفتنة إنه يحرم عليه تأخير الزواج. نعم. يقول: بالنسبة لتعاطي الأسباب والأخذ بها في علاج المرض، هل ينافي القدر؟ لا، هو من القدر، العلاج من القدر، فإذا عالجت هذا دليل على أن الله قدر ذلك، لأنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. فالعلاج المباح من الأسباب النافعة، وهو من قضاء الله وقدره. نعم. يقول أخيرا في هذا السؤال: الشيخ، منذ صغري وأنا أعيش بذبحة صدرية ونزيف داخلي، هل لي أجر عند الله في ذلك لأنني حرمت من شبابي وصحتي؟ إذا صبرت على ذلك واحتسبت الأجر من الله فلك الأجر عند الله. نعم. يقول: معظم الأيام أصلي بتيمم لأنني لا أستطيع الاستحمام، هل يجوز لي ذلك؟ يجوز لك ذلك أن تتيمم عن الاغتسال، أما الوضوء فلا بد أن تتوضأ، إلا إذا كان الوضوء أيضا يؤثر عليك الماء في الوضوء وفي الاستحمام عن الجنابة، إنه يكفي التيمم إن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ،
صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم.